المقارنة الميدانية من دمشق، ففي حي جوبر تواصل قواتنا الباسلة ملاحقة فلول العصابات الإرهابية في تنظيف عدد من الأبنية التي تتخذها العصابات الإرهابية مقرات لقيادتها قرب معمل الصابون ومعمل الأحذية. زميلنا مراسل إدارة السياسية أعد لنا التقرير التالي. في إطار ملاحقتها لفلول العصابات الإرهابية المجرمة، سنرافق وحدة من قواتنا المسلحة الباسلة وهي تقوم بتنظيف المنطقة الواقعة ابتداء من معمل الصابون مرورا بمعمل الأحذية وبناء الفينيقيين بالإضافة إلى مبنى الألجي. بدأت قواتنا المسلحة منذ الصباح الباكر بدك أوكار الإرهابيين في هذه الأبنية تمهيدا لدخولها وتنظيفها من رجس تلك العصابات التي أخذت منها أوكارا تتجمع منها لترويع المواطنين الآمنين وقيامها بعمليات التخريب. هذا وقد بدأت قواتنا المسلحة الباسلة بعملية تنظيف المباني التي يتخذها المسلحون كقيادة لمقراتهم، حسب ما علمنا من أحد القادة الميدانيين أنه يتواجد في تلك المناطق الكثير من الإرهابيين. هذه هي المناطق التي يتمركز فيها بعض الإرهابيين. هذه هي واحدة من قواتنا الباسلة تقوم بالدخول إلى معمل الصابون لتنظيفه من العصابات المجرمة. هذا وتستكمل بقية قواتنا المسلحة تنظيف الأبنية المتبقية من رجس العصابات المجرمة.